أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ
يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا ربك حكيم عليم إن ربك حكيم
ربك حكيم عليم وكذلك نور